الحياة الصحية أصبحت من أهم متطلبات المجتمع، وبدأت المنتجات العضوية تلاقي إقبالاً كبيراً من الناس نظراً للارتباط الكبير بين الصحة والغذاء. في زيارة لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية 2016 في دورته 14، والمقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 من نوفمبر إلى 1 من ديسمبر 2016، شهد المعرض مشاركة عالمية واسعة حصلت تحت 4 محاور، وهي المواد الغذائية الطبيعية والعضوية، الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية، مستحضرات التجميل الطبيعية، العلاج الطبيعي. أكثر ما لفتني بالمعرض هو مشاركة السودان بالمواد الغذائية العضوية، وكان أول سؤال بدر في ذهني: هل تزرع السودان نباتات عضوية؟ وكانت الإجابة نعم، إن السودان لديه منتجات عضوية عديدة يتم ريها بالمياه فقط دون أي إضافات. وللأسف إن المنتج الوحيد المسجل عالميا كمنتج عضوي في السودان هو المانجو، وحائز على شهادة تجدد سنويا. ومن هذا يتضح لنا أن السودان إن تم إدارة موارده بشكل علمي صحيح لأصبح من أفضل دول العالم. وأحببت أن أنقل لكم مشاركة ممثلي وزارة الزراعة السودانية في المعرض. مرحبا وأهلا أعزائي في مشاركة مميزة ومفاجئة للسودان هنا في معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية. طبعا تفاجأت أن السودان بينتج منتجات عضوية، ممكن تكلمين عن طبيعة المشاركة وعن المنتجات العضوية في السودان؟ معظم منتجات السودان طبيعية، مثل التبلدي، القضيم، العرديب، الدوم وما شابه ذلك من الحرجل والمحريب، ومنتجات لا تحصى. وطيب لماذا لا نعرف أنه هذه المنتجات عضوية وطبيعية؟ مشكلة إعلامية فقط. كل هذه المنتجات بتصل الأسواق وهي طبيعية من غير تدخل الإنسان. هل عندكم منتجات مسجلة؟ عندنا في ولاية الخرطوم مشروع الشعب لإنتاج المانجو، يتم تسجيل هذا المشروع أو يتم تسجيل إنتاج المانجو سنويا منذ العام 2010، سنويا تسجل ويوثق عضويا إنتاج المانجو. المنتجات دي وصلت للخارج؟ لم تصل للأسف، لم تصل. كانت هناك محاولات لإرسال نماذج للخارج، لكن لم تصل لمستوى تصدر كمنتجات. طيب تعتقد الخلل وين؟ ليه ما وصلت للخارج؟ الخلل في التجارة، المصدرين، يعني مشاكل في التصدير. لكن هذه المنتجات ممكن أن تنافس، أي وخاصة المانجا السودانية أو المانجو السودانية، هي من أفضل أنواع المانجو. حتى تنافس المانجو السودانية، معروفة أنها ممكن تنافس المانجو في الأصل في مصادر المانجو الهندية والجنوب شرق آسيا. المانجو السودانية معروفة بنكهتها المميزة وممكن أن تنافس. شكرا أستاذة، وإن شاء الله نتمنى نشوفكم في مشاركات أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وخلال جولتنا في المعرض، طبعا الاستثمار جزء رئيسي من مشاركة السودان في معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية، لو تحدثنا عن الجزء الاستثماري لهذه المشاركة. شكرا أخي محمد. حقيقة بالنسبة للمعرض والفرص الاستثمارية في مجال المنتجات العضوية والطبيعية في السودان، وجدت يعني قبول كبير من قبل معظم المشاركين والزائرين، حيث أبدوا بعض الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الأدوية تحديدا والأدوية الطبيعية، أبدوا استعداد ورغبة كبيرة في زيارة السودان والوقوف على الفرص المتاحة الموجودة هنالك، خاصة وأن السودان به كثير من النباتات العضوية الطبيعية حقيقة التي لا نستخدم فيها أي شيء من الأسمدة ولا من المبيدات. وتفاجئوا كثيرا خاصة بالدوم مثلا كمثال، حيث الدوم في السودان لا أحد يزرعه، إنما هي يعني واحدة من هبات الله سبحانه وتعالى على السودان. وفعلا وجد المعرض السوداني قبول كبير، رغم أنه يعني جينا في ظروف نشكر فيه كل القائمين على أمر المشاركة، بل وصلنا لمرحلة أنه إحنا كنا مع الوفد العماني من الوفود التي افتتحت المعرض
بجانب السيد وكيل وزارة التغير المناخ والبيئة في بدولة الإمارات، وله منا كل الشكر والتقدير. ولك أخي محمد شكرا كثير. سؤال مهم جدا، والحمد لله الليلة لقيتك عشان أسألك السؤال ده. السودان معروف بسلة غذاء العالم، أو سلة غذاء العالم العربي على الأقل. لماذا المنتجات السودانية لا تصل إلى الخارج، رغم أنه في كثير من الدول رغم ضعف يعني طبيعتها وعدم وجود أراضي خصبة قدروا أنهم يوصلوا منتجاتهم للخارج، فلماذا السودان ما قدروا أنه يوصل منتجاته دي ويصدرها للخارج؟ والله دي واحدة من الأسباب الكثيرة الناس بتقيف عندها، أنه إحنا كيف نوصل منتجاتنا للخارج. لكن يعني كما تعلم أنه في السودان في يعني بعض أو كثير من المشاكل اللي حنسميها، أهمها في أنه إحنا عندنا إشكالية ما زالت في معاملات مع بعض الحصاد بالنسبة للمنتج. نعم. أو حتى في الباكينج، يعني إحنا نعم. الحين مثلا بعض الأمثلة لدينا يعني بعض الحلوى من التبلدي ومن نعم. الدوم. يعني حتى بعض يسأل في انه لو كان عمل لي مثلا يتعمل لي قسطيره زي الشوكولاته مثلا. بالضبط. صحيح. يبقى احنا فعلا يعني نحتاج ايوه نعم. نحتاج لوقفه في هذا الامر. نحتاج لانه احنا نطور روح ذاتنا في 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 ممارسه في خاصه في الممارسه لما بعد الحصاد لبعض المنتجات، اضافه الى الباكن بانه ممكن يكون بصوره جيده. يعني يجب انه يكون في ترويج لكثير من حتى المزارعين حتى المصدرين، لانه نحن نستهدف فيهم بعض المنتجات المعنيه المعينه اللي حتى باسواق معينه حسب الميزه النسبيه كما تعلم اخي، وحسب حوجه كل سوق. وحقيقه نحن لدينا الموارد، ولكن اشكاليتنا في اداره هذه الموارد والوصول الى الاسواق العالميه، ونتمنى ذلك باذن الله. نشكرك اخي، ونتمنى انه ان شاء الله تكون المشاركه دي باب خير على السودان، وان تنتقل بعض التجارب الناجحه الى السودان، وتستطيع تصدير المنتجات ان شاء الله للخارج في القريب. شكرا لك وسعدنا بلقائك. شكرا شكرا كثير اخي محمد، وبارك الله فيك على هذا المجهود اللي تبذله، وهو من ما نحتاج اليه الان بالجد يعني حقيقه. شكرا. نتمنى أن يتم إدارة المنتجات الزراعية السودانية بشكل صحيح لينعكس ذلك في نهضة السودان.